لكن مراسلنا البرلماني مازن حسان تابع لنا خطاب أوباما، وللمزاد نتابع ونتوصل إليه. يعني مازن، تابعت الخطاب، ما أهم ما جاء فيه؟ يعني عادل، الرئيس أوباما كما هو معروف قادر دائما على إلهاب حماس الجماهير في أي مكان، وهذا ما فعله اليوم أيضا هنا في أمام بوابة براندنبورغ بكلمة في الحقيقة يعني رسم فيها صورة وردية لعالم يتطلع إليه، يعني عالم يسوده السلام والعدل. وقدم أوباما وعودا كثيرة وتعهدات لتحقيق هذا العالم، لا أحد يعلم إذا كان بالفعل سيكون قادرا على تنفيذها. أهم هذه العود يعني خفض الترسانة النووية الأمريكية والروسية بمقدار الثلث خلال سنوات، أيضا زيادة الجهود الأمريكية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، وأيضا جدد تعهداته بغلق إغلاق معتقل غوانتانامو، وهو تعهد قام يعني قدمه من قبل ولم ينفذه. وعد يعني أيضا بدعم الشعوب التي تتطلع للحرية في العالم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. تعهد بتحقيق المزيد من الجهود يعني لتحقيق مساواة أكثر بين النساء والرجال وبين المثليين جنسيا. يعني كلها كلمة يعني تثير التفاؤل في النفوس، ولكن ليس كل ما جاء فيها قابل للتحقيق فعليا. طيب مازن، كان هناك مخاوف في ألمانيا وفي أوروبا بأسرها يعني من تراجع اهتمام الإدارة الأمريكية بالقارة العجوز، وإلى الاهتمام الآن إلى آسيا والمحيط الهادئ. يعني هل استطاع أوباما طمأنة الألمان بهذا الخصوص؟ يعني رئيس أوباما بالفعل يعني ركز كثيرا على هذه النقطة، سواء في المؤتمر الصحفي مع المستشارة أنجيلا ميركل أو هنا في كلماته أمام بوابة براندنبورغ، وأكد أن المخاوف الألمانية والأوروبية من أن تتحالف الولايات المتحدة مع القوى الصاعدة في جنوب شرق آسيا لمواجهة الصين، وأن يكون ذلك على حساب الولايات المتحدة العلاقات مع أوروبا، يعني هذه المخاوف غير مبررة، وأن العلاقات الاستراتيجية الأمريكية الأوروبية هي علاقات قوية وأحد أسباب الرفاهية التي يعيشها الشعب الأمريكي. لذلك دعا أوباما إلى يعني تنفيذ بالفعل هذه الاتفاقية التي تعتزم أوروبا وأمريكا إبرامها لإنشاء منطقة تجارة حرة بين ضفتي الأطلسي، لترتبط أوروبا اقتصاديا أيضا بالولايات المتحدة كما ترتبط بها بالفعل سياسيا وأمنيا. شكرا لك زميل مازن حسان، موفدنا البرلماني إلى أمام بوابة براندنبورغ، حيث ألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابه اليوم.